السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا اتكلمت على الهاندلنج اوف صوديوم باي رينال تبيولز، الهاندلنج اوف بوتاسيوم باي رينال تبيولز، اتكلمنا على الهاندلنج اوف بوتاسيوم باي رينال تبيولز، الهاندلنج اوف فوسفورس باي بوتاسيوم باي رينال تبيولز، اتكلمنا على الهاندلنج اوف ووتر باي رينال تبيولز، الهاندلنج اوف جلوكوز باي رينال تبيولز، و النهارده ان شاء الله هنكلمكم على الهاندلنج اوف يوريا باي رينال تبيولز. يا اولاد بعد ما بيحصل فلتريشن كميه كبيره خالص من اللي هي اللي عدت من اليوريا اللي عدت من الجلوميرولاي وصل رينال تبيولز، حوالي 40% من اللي هو الفلترد يوريا از باسيفلي ري ابزوربت فروم ذا بروكسيمال كونفلوتد تبيولز فروم ذا بروكسيمال كونفلوتد. احنا عارفين ان معظم السوليوتس بيحصل لها ري ابزوربشن فين؟ في البروكسيمال كونفلوتد تبيولز. البروكسيمال كونفلوتد تبيولز 40% من اللي هو اليوريا بيحصل لها باسيفلي ري ابزوربت فروم ذا بروكسيمال كونفلوتد. باسيفلي يعني مش محتاجه انرجي، يعني مش اكتف ترانسبورت، يعني باسيف ترانسبورت يعني باي سيمبل ديفيوجن بتعدي من خلال الوول بتاع البروكسيمال كونفلوتد تبيول بيحصل لها ري ابزوربشن. وعرفنا قبل كده كلمه يعني ايه ري ابزوربشن، يعني من التوبولار ليومن لتعدي الميدالر انترستيشيوم وبعد كده تعدي مين البيريتوبولار كابيلاريز وتوصل للدم تاني، يعني ترجع الدم تاني. الميكانيزم بقى الباسيف ري ابزوربشن اوف اوريا اوكيرز از ووتر از ري ابزوربت فروم ذا تبيولز ماشي، and the urea concentration in the tubular lumen increases. This creates a concentration gradient favoring the reabsorption of urea. بمجرد طبعا ما يحصل بيحصل بس ازاي بيحصل بقى في البروكسيمال كونفلوتد تبيولز بيحصل reabsorption لليوريا. اول حاجه بيحصل reabsorption للووتر، وبمجرد ما يحصل reabsorption للووتر يقوم يزيد الكونسنتريشن بتاعه اليوريا ريلاتيفلي داخل مين؟ داخل اللي هو التوبولار ليومن، داخل بروكسيمال كونفلوتد تبيولز. وبمجرد ما يزيد ريلاتيفلي بالنسبه للي هو الميدالر انترستيشيوم يقوم يحصل مين؟ يقوم يحصل ري ابزوربشن لايه؟ للي هو الباسيفلي باسيف ري ابزوربشن اوف يوريا من الهاي كونسنتريشن داخل اللي هو البروكسيمال كونفلوتد تبيولز، من داخل اليومن بتاع البروكسيمال كونفلوتد تبيولز الى اللي هو البيريتوبولار كابيلاريز اللي اراوند اللي هو البروكسيمال كونفلوتد تبيولز. يبقى اول حاجه بيحصل باسيف ري ابزوربشن اوف ووتر ماشي من داخل اللي هو التبيولز، وبالتالي بعد كده هيبدا يزيد اليوريا كونسنتريشن داخل اللي هو التبيولز بروكسيمال كونفلوتد تبيولز، وبالتالي هيحصل باسيف ري ابزوربشن، يعني يحصل ترانسبورت اليوريا من الهاي كونسنتريشن داخل البروكسيمال كونفلوتد تبيول اليومن الى اللي هو البيريتوبولار كابيلرز كابيلرز. طيب في السيك اسيندنج ليمب اوف ذا لوب اوف هيلي والديستال تبيول والكورتيكال كولكتنج تبيولز والاوتر ميدلري كولكتنج داكتس، كل الحتت دي امبيرميبل تو يوري، امبيرميبل تو يوري. يبقى عندك السيك اسيندنج ليمب اوف ذا لوب اوف هيلي والديستال تبيول والكورتيكال كولكتنج تبيولز والاوتر ميدلري كولكتنج داكتس بتكون ال او all are relatively impermeable to urea ماشي. ولذلك عشان هي ما بتعديش اليوريا، اليوريا هيحصل لها هتزيد الكونسنتريشن بتاعتها داخل مين؟ داخل اللي هو الديستال كونفلوتد تبيولز والكورتيكال كولكتنج داكتس ماشي. طبعا في الانر ميدلري بورشن اوف ذا كورتيكال داكت بقى اخر حته بقى في الكولكتنج داكت اللي هي بنسموها انر ميدلري بورشن اوف ذا كولكتنج داكت، هنا اليوريا ديفيوزس انتو ذا ميدلر انترستيشيوم وبيؤدي الى مين؟ الى بتزود الهايبر بتعمل هايبر اوزمولاريتي اوف ذا ميدلر انترستيشيوم. فاكرين لما كنا بنقول من الميكانيزم بتاعه الكونسنتريشن اوف ذا يورين ان اليوريا ريسايكلينج، اليوريا ريسايكلينج، ان الانر ميدلري بورشن اوف ذا كولكتنج داكتس بيكون اليوريا ديفيوزس انتو ذا ميدلر انترستيشيوم فبتؤدي الى هايبر اوزمولاريتي اوف ذا ميدلر انترستيشيوم.
طيب اليوريا دي بتتحرك في وجود مين؟ لابد من وجود الانتي دايوريتيك هرمون. يبقى الانتي دايوريتيك هرمون في المنطقة دي بيساعد على حاجتين، ري ابزوربشن للووتر، وبيساعد على برضك الري ابزوربشن اوف مين اوف ذا اللي هو اليوريا في المنطقة دي. يبقى الري ابزوربشن اوف ذا يوريا في المدلري في الانر مدلري بورشن اوف ذا كورتيكال داكتس والووتر بيبقى اندر كنترول اوف انتي دايوريتيك ايه انتي دايوريتيك هرمون. اليوريا اكسكريشن از انكريزد باي ايه انكريز اللي هو الجلومورولار فلتريشن ري وانكريز ايضا مين اللي هو البلازما يوريا. ما كل ما يعدي فلتر دي فلويد كتير كل ما هيكون كميه اليوريا اللي فيه كتير كل ما هيزيد عمليه الاكسكريشن اوف ايه اوف يوريا. ايضا كلما زاد البلازما يوريا ليفل، لما يزيد البلازما يوريا ليفل هيزيد اللي هو الايه اليوريا اكسكريشن، هيزيد اليوريا اكسكريشن. ليه لما يزيد البلازما يوريا ليفل هيزيد اللي هو اليوريا اكسكريشن؟ لان البلازما يوريا ليفل ديت كل ما زادت ما هي تعدي على مين، ما هي البلازما دي بتعدي على الجلومرولار، وبالتالي هيزيد مين كميه اللي هو ايه الفلترد يوريا، وبالتالي هيزيد عمليه اليوريا اكسكريشن. يعني ايه يوريا سايكلينج؟ يوريا ريسايكلينج هيقول لك اهو ان احنا عندنا في الرسمه دي، تامل الرسمه ديت، الفلترد يوريا بمجرد ما تعدي هنا ادي الجلومرولاي بتاعتنا، ادي البلازما بتاعتنا هي تعدت على الجلومرولاي اهي المصفى بتاعتنا، وبعد ما عدت على المصفى بتاعتنا هي اللي هي فيها خروم ديت هتبدا تعدي على كده البورز ديت، تبدا تعدي فيه اللي هو البومنز كبسول، وبعدين تعدي على البروكسيمال كونفلوتو تيبيولز. هنا البومنز كبسول هنا ماشي، هنا البومنز كبسول بتكون بيحصل فيها ري ابزوربشن للووتر، ولما يحصل ري ابزوربشن للووتر هنا هيبقى اليوريا كونسنتريشن داخل اللي هو التيبيولز من داخل هتزيد، واليوريا كونسنتريشن لما تزيد جوه هيحصل لها باسيف ترانسبورت ثرو زمين ثرو في اللي هو الوول بتاع اللي هو البروكسيمال كونفلوت التبيول للانترستيشال تيشو ماشي. يبقى في البروكسيمال كونفلوت التبيول بيحصل ري ابزوربشن لمين لليوريا، في الديستال كون في الديسندنج ليمب اوف ذا لوب اوف هيلي بيحصل ايه ري ابزوربشن، بيحصل سكريشن لمين سكريشن لليوريا، سكريشن لمين لليوريا. يبقى في الديسندنج ليمب اوف ذا لوب اوف هيلي يبقى هنا حصل ري ابزوربشن من داخل اليومن، عارفين المصطلحات دي بقى، ري ابزوربشن من داخل اليومن لمين للانترستيشال تيشو للدم. هنا حصل مين في الديسندنج ليمب اوف ذا لوب اوف هيلي، الجزء دي قلنا قبل كده اللي فاكر معانا ومذاكر قلنا دي بيرميابل تو ووتر، بيرميابل تو ووتر لكنه امبيرميابل تو سوليوس، فبيسمح بمين بالوري سكريشن اوف يوريا. اليوريا يحصل لها سكريشن هنا من البريتيبولار كابيلاريز الى داخل مين اليومن هنا. وبعدين طب الجزء بقى ده اللي هو الاسندنج ليمب بقى والحد ديت امبيرميابل، دي امبيرميابل تو مين تو سوليوس، ولكنها بيرميابل تو ايه امبيرميابل تو سوليوت وبيرميابل تو ووتر. طب الجزء بقى دي بقى اللي هو الميدلري انتر الميدلري كورتيكال كولكتنج داكت، دي بيحصل فيها مين، بيحصل فيها ري ابزوربشن اوف يوريا في وجود مين، في وجود الانتي دايوريتيك هرمون، في وجود الانتي دايوريتيك هرمون. طبعا الري ابزوربشن هنا اوف يوريا هتروح لمين، للميدلر انترستيشيوم اللي هي المنطقه دي، هيزيد مين، هيزيد هيحصل هايبر اوزمولاريتي في الميدلر انترستيشيوم هنا، ودي هيساعدنا على مين، هيساعد على عمليه الكونسنتريشن اوف ذا ايه اوف ذا يوريا ماشي. يبقى دي يسموها ايه يوريا ريسايكلينج. طبعا دي بتتكرر كذا مره ولكن في جزء منها من اليوريا ايه، مش كل جزء من دولت بيحصل له ري ابزوربشن مره اخرى، لكنه بيحصل له ايه جزء بيحصل له اكسكريشن. يبقى عامله زي السايكل، يبقى يحصل ري ابزوربشن وبعدين يحصل سكريشن وبعدين يحصل ري ابزوربشن وفي جزء يحصل له اكسكريشن، فلذلك سموها يوريا ريسايكل. يبقى في البروكسيمال كونفلوت التبيول حصل ري ابزوربشن باي باسيف ديفيوجن، في الديسندنج ليمب حصل سكريشن من البيريتوبولار كابيلاريز للتوبولار ليومن،
في اللي هو الديسندنج ليمب في المدلر الكورتيكال كولكتنج داكتس حصل ري ابزوربشن في وجود الانتي دايوريتيك هرمون، يبقى ري ابزوربشن سكريشن ري ابزوربشن في اللي هو المدلر الكولكتنج داكتس، ولذلك سموها يوريا ري سايكلينج. يوريا ايه؟ ري سايكلينج. طب وفي جزء بيحصل له ايه؟ اكسكريشن. وبكده نكون احنا ايه خلصنا مين اللي هو خلصنا عملية مين اللي هو اليوريا ريسايكلينج.